صعيب بزاف، صعيب على العام اللي فات فريمون صعيب. كلشي كان خارج الصباح كاعي وقاسم شي كيشوف شي، وكاين اللي دايرين البكيت وكاين بزاف ديال الحوايج، مي زعما ما كانوش باغين يعاونونا ولا شي حاجه، درنا اللي في جهدنا. و كونسيرنون لونغلي سيتي فريمون فاسيل، ولكن الرايتين حتى هو تعداو علينا فيه. حاسه براسي شويه الا ما خدمتش مزيان في المات صراحه، يعني الا ما خدمتش مزيان في المات صافي استدراكيه بحال العام اللي فات. سقطت العام اللي فات ب 99 وما كانش واحد العدل في التنقيط بطبيعه الحال، حيت حنا ديجا اصلا ابالا يا بالي خويا طاحت ليا في دماغي ملي كنت كندوز الفيزيك الصباح صافي، برك كنغنيها وما قدرتش نكمل. لا ما خرجنيش، غنيتها في دماغي، بقيت كنغنيها في دماغي ونسيت الشيمي ونسيت الفيزيك. حطوني في الطاوله الاولى، الطاوله الاولى حدا البير وفهمتي، وديك الدري اللي ورايا طلعوا القاعه 28 فهمت والو، انا ما فهمتش والو، كنبغي نقول غنقول ما كاين والو ورايا، كاين حتى واحد ورايا اللي غنقول منه، اه درت هذاك الشيء اللي في راسي وصافي وخرج بحالاش. حاس براسك مشاح ولا لا؟ ما ناجحش، لا والله ما ناجح، ما كاينش حتى استدراكيه فهمتي، ما كاينش حتى استدراكيه، استدراكيه حتى فيزيك زيرو سقوط حر. فيزيك حاقد يستنى ورقات بزاف اخو، غدا غيشوف المات الاخر، الاخر مات بزاف، اه والو غنمشي بسميتي وغنخرج انا. خويا جينا حاقدين من الفيزيك دخلنا اللونغلي، بقيت انا كنقول اخويا ما عرفتش من دير، بقيت كنقول تحيدت لي الورقه قالت لي خرج من الولفه. اه من الولفه، ما كاينش طاكسيات الصباح كيقول لا ما نديكش، عندي 10 دراهم في جيب فهمتي، واه كندوجين كنجرف رجلين ما عندك ما دير. اه كيقول لا هذا كيكون جاي هو عامر ديجا عامر فهمتي، وحنا عديها في فرانك كتعطيني والد عصام كتقول ها هي فطر بها، ولكن انا كنبغي نشد طاكسي فهمتي. دوزنا فيزيك ودوزنا لونجلي، صراحه فيزيك شويه كان سهله وصعيبه، الوغ كو شي واحد يكون مدوج موجد راه غادي يخدم مزيان، ولونجلي راك عارف لونجلي راه كتخدم هكا وهكا هادشي اللي كاين. لا ان شاء الله غادي استدراكية با كومبوش ان شاء الله. الامتحان كان ساهل ياك اخويا، والله حتى كان ساهل، غالي ما بغاش ينجح هذا العام هذا وصافي. درت شي حاجة درت فرقعت في لونجلي، انا والله تكشفت سميتو انا الفيزيك والاستباحة شوية كان صعيب، ولكن كان عبارة عن فرايد. حط الأستاذ كنعرفه. اللي كانت سهلة في المشاركة. حط الأستاذ كنعرفه. سهلة. وأنت غسمة الأستاذ كنعرفه. كان كتب زين السوايع. وقال وطنيات فهمت كان غير تحط شي وطني مزيان ساهل غتخرج. وهادو ما كاينش مع ذاك الوطني اللي خرج معنا الأستاذ. حتى بغينا نجاهلو قبيلة. إن شاء الله باقي الماط. الفيزيك فيزيك. باقي الماط غدا نلقاو شي دالة مرتبطة بـ RLC ولا شي لعيبة. كملت. ها؟ لا استدراكية يا خويا 100%.